يبدو أن مشاهدينا فريق ومراسلنا أحمد جرادات يتعرض إلى التضييقات. أحمد، نعم نتابع معك هذه الصور، تعرض لهذه المضايقات ومنعك من أداء عملك الصحفي. نتابع في الصورة المستوطنين ويضعون يدهم على الكاميرا. لا أعرف أحمد إن كنت تستطيع أن تتحدث أم لا، سأدع الكلمة لك أحمد. نعم أنا أتحدث معك. نعم نعم نعم، يعني بالفعل ما يجري حاليا هو محاولة لعرقلة عمل الصحفيين تحديدا في منطقة باب القطانين، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك. كما نشاهد هنا إقامة قوات الاحتلال الإسرائيلي بالتواجد بكثافة ونصب الحواجز الشرطية وأيضا منع الفلسطينيين والمصلين من الدخول للمسجد الأقصى المبارك في مقابل السماح للمستوطنين الإسرائيليين بالاقتراب من هذا المكان وأداء طقوس تلمودية.